المطبخ يتم تحضير وجبات الغذاء الخاصة بالحجاج، سواء الساخنة أو كذلك الباردة، وفق اشتراطات صحية ومتابعة من قبل اللجان المختصة هنا. الأستاذ أحمد الشريف وهو رئيس طائفة متعهدي الإعاشة، لو تحدثنا عن هذه الوجبات وعملية توزيعها للحجاج. وضعنا خطة استراتيجية واضحة بتفاصيل دقيقة جدا، وضعنا قوائم طعام للحجاج، أيضا راعينا اللي لهم ظروف خاصة مثل وجبات النباتية قليلة السعرات الحرارية، وإحنا اليوم عندنا عينة من هذه الوجبات. هذه وجبة خاصة بال وجبة مسبقة تجهيز معدة إحدى الخيارات، طبعا هناك خيارات صحيح إحدى الخيارات هذه. اليوم هذه وجبة العشاء معنا متنوعة، السمك اللحم طبعا الدجاج، هذه وجبة مكملة، وجبة مقبلات جميعها تحتوي على الخبز العصائر المياه الفواكه. طبعا في أيضا هناك تتخلل اليوم الواحد للحاج وجبات بين كل وجبة وجبة رئيسية، وجبة سناك أيضا ركن الضيافة يحتوي على المشروبات الغازية والمشروبات الساخنة والمياه وزمزم. إذن هذه هي الوجبات التي تعطى للحجاج، وهناك خيارات عدة سواء لوجبات الإفطار أو حتى الغداء وأيضا العشاء، إضافة إلى الوجبات الخفيفة التي يتم توزيعها للحجاج على مدار اليوم. لقناة العربية هانس فيان مشعري منها.